كان في الوقت دوت نادي المقاولين العرب كان في نوع من انواع الصحوه الرياضيه في التجديف. التجديف كمان كان بيهتم جدا بقصه اللياقه البدنيه، فانت بتلعب على البر وبتلعب تجديف في الميه، ويا رب يكون لسه على قيد الحياه كابتن عباس خميس. موجود، ربنا يديله والله الصحة ربنا طبعا. يديله الصحة كابتن والعافية عباس طول العمر. أبونا كلنا، كابتن ويعني عباس شيخ خميس مدربي التجديف أعتقد إنه علامة فارقة في تاريخ طبعا. التأديف في مصر. بس هو معلومة كده على فكرة، الكابتن عباس خميس واخد ميدالية برونزية في في المصارعة، طوكيو في المصارعة في دورة ألعاب بحر المتوسط، واخد ميدالية في التجديف. يعني هو ده كتير. الوحيد اللي خد ميداليتين في دورة ألعاب بحر المتوسط في لعبتين بس مختلفتين.